السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وصفة النهاردة رائعة جدا، تفتيح البشرة والجسم، بتدي صفاء ونقاء، كمان بتدي توريدة ونعومة للبشرة، جميلة جدا بجد. وصفة النهاردة روعة روعة روعة، كمان وصفة فورية جدا، ان تديكي نتيجة من اول استعمال. الوصفة ناجحة 100% والتجربة قدام عينيكو، حاجة بجد جميلة جدا. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتنا، يلا انزلي اشتركي معانا في القناه عشان تشوفي كل وصفاتنا اول باول، وكمان تشوفي كل الوصفات الناجحه 100% ومضمونه ومجربه. يلا اعملي لي احلى لايك زيك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد للبنات ويستفادوا، كلنا نستفيد. يلا بينا. هنا انا معايا اول حاجه الدقيق، الدقيق ده معروف جدا في تفتيح البشرة، وكمان بيصفي البشرة وبيخلي البشرة نقية وصافية جدا، كمان بيخلي بشرتك زي الحليب بيضة جدا، بيفتح بطريقة فورية، كمان بيفتح درجتين فوق الدرجة الأساسية، أو بيديك كده تبييض حلو قوي لو انت بقى رايحة مناسبة أو أي حاجة. فالدقيق من الحاجات الجميلة جدا في الماسكات. هنا معايا لبان الذكر، انا نقعاه وهاخد منه معلقتين ميه بتاعه لبان الذكر، انا خدت 3 معالق على حسب ما الدقيق يحتاج هاخد. ده اللبان الذكر انا عايزه اوريهولك، انا حطيت حبه وسبته منقوع في ميه من بالليل علشان استخدمه في اي وصفات، وبحطه في ازازه في الثلاجه وابدا استخدمه في الوصفات بتاعتنا. طبعا لبان الذكر ده كولاجين طبيعي، بيدي للبشرة نقاء كده وبيخلي بشرتك جميلة جدا. حطيت كمان معلقة، كمان عايز اقولك ان لبان الذكر من الحاجات اللي فعلا بتخلي بشرتك موردة، كمان بيديكي تفتيح وبيخلي بشرتك كده صافية وبتحس بشكلها فعلا، لان لبان الذكر الكولاجين بتاعه بيخش جوه انسجه البشره فبيخلي بشرتك من الحاجات الجميله. فاللبان الذكر يا جماعه من افضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها كماسك او كتونر، او كممكن ان انت تستخدميه كده تحطيه على وشك قبل النوم وتنامي بيه لوحده كده. هنا انا خدت كمان معايا معلقه من الزبادي، الزبادي من الحاجات الجميله جدا اللي بتهدي البشره لو فيها حبوب فيها التهابات، كمان بتفتح البشره بسرعه، البشره بتحتاج ترطيب، فالزبادي فيه كميه ترطيب عاليه جدا انها هترطب بشرتك تماما 100%. هنا قلبتهم مع بعض برضو علشان الدقيق ما يكتلش معايا، فلازم ان انا كل لما احط حاجة اقلب كويس جدا. هاخد كمان معايا هنا بيكنج باودر، البيكنج باودر سريع التفتيح وكمان بيفور البشرة، اللي هو لو فيها اي تصبغات اي بقع اي حاجة فبيزيل اي حاجة في البشرة فبيفتحها بطريقة سريعة وملحوظة. فالبيكنج باودر حلو جدا برضك مع وصفتنا دي، فانا هسيبهم كده ثواني بس لحد ما يتفاعلوا مع بعض البيكنج باودر والخلطة بتاعتنا مع بعضها عشان نحط مع بعض الليمون. طبعا لو احنا بشرتنا بتتحسس ممنوع الليمون من بشرات اللي هي بتتحسس عشان ما يحصلش التهابات، ممكن نحط البديل بتاعها مية ورد. انا عن نفسي هحط عصرة ليمون وهحط مية ورد برضو عشان مية الورد بتهدي البشرة، وكمان بتحمي المسام بتاعتنا، وكمان يعني لو في اي حاجة في بشرتنا فمية الورد بتهديها، فافضل حاجة مية الورد مع الليمون، فدول افضل حاجة مع بعض، وكمان مش هيعملوا تحسس ولا اي التهابات في بشرتنا. هقلب كويس جدا وهحط بقى نص الليمونة، او هاخد مثلا منع عصرتين ليمون على حسب بقى ايه ما نحتاج درجة التفتيح بتاع بشرتنا. فانا هاخد كده حوالي معلقة صغيرة ليمون وهقلبهم بقى كلهم كويس جدا علشان يندمجوا مع بعض، وزي ما قلنا كل حاجة نحطها لازم نقلب كويس جدا علشان الخلطة تندمج وتبقى كويسة، بتبقى يعني كل المكونات مع بعضها. هنا انا عندي فيتامين اي، ده بتجيبيه من الصيدليه، ده جميل قوي 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 للبشره،
بيديكي يعني بيديكي غذاء للبشرة، وبيدي بشرتك ممتلئة وهادية، وكمان بيديكي الفيتامين اللي ناقصة في بشرتك من الأكل وكده، فده بيعوضه في البشرة خارجيا. ففيتامين ايه حلوة قوي، من الحاجات الجميلة جدا. باخد كبسولة وافتحها بالمقص وابدأ ان انا افضيها زي ما احنا شايفين كده. ففيتامين ايه جميل قوي في الوصفات والماسكات للبشره، وخصوصا ان انت بتعوضي بشرتك بالحاجات الخارجيه كترطيب، وان تخلي بشرتك كده منوره وتفتيح وكل حاجه، بس مش ده عامل اساسي، لازم برضك يكون في غذاء وفيتامينات وحاجات بناخدها داخليا، عشان ده اللي هينور وشك برضو مع الماسكات بيساعد خارجيا. هنا انا قلبتهم كويس جدا، شايفين الدقيق كله اختفى تماما وبقى عامل زي الكريم معايا. هبدأ بقى ان انا هنا اوزعه على ايديا، اجيب بس الفرشة بتاعت الماسكات وابدأ بقى اوزع الوصفة بتاعتنا على ايديا خالص. اهم حاجة بس ايه، لما بنيجي نعمل وصفة نملأ البشرة، نملأ الايد، نملأ الركب، نملأ اي مكان عايزين نفتحه نملأ بالوصفة بتاعتنا كده، ونغرق ايدينا ووشنا وكل حاجة، علشان خاطر يعني الماسك بينشف عليها، فبشرتك بتبقى خلاص شربت الماسك، فلما بتيجي تحط تاني بشرتك هتشربها، فبالتالي ان بشرتك بتبقى محتاجة غذاء وترطيب، فالماسك لما بينشف بنحتاج ان احنا ناخد الكمية الفايدة، فلازم ناخد كده كمية معقولة على ايدينا او وشنا او اي مكان عايزين نفتحه. زي ما انت شايفة كده انا حاطة كمية حلوة قوي على ايديا، لما هسيبه ينشف بشرتي هتشربه كله، فيبقى كده بشرتي خدت الغذاء الكامل كله بتاع المكونات اللي انا حطيتها في الماسك. كده بقى انا خلاص هعمل ايديا كلها زي ما احنا شايفين، يعني كده انا عايزه افتح ايديا طبعا اكتر، عايزه ان انا ابقى مهتميه بالايد اكتر، عايزه مثلا ابقى مهتميه ببشرتي اكتر جسمي. فالماسكات دي طبيعيه 100%، وصفه ناجحه، وصفه مش محتاجه مجهود. هنعمل بس الحته كمان اللي فوق دي، عشان ساعات كده لما بنيجي نشمر ايدينا ونعمل حركات ايدينا بتبقى باينه، فهتبقى كده لونها موحد. خلاص انا كده هنا خلصتها، وهسيبها بقى حوالي ربع ساعه تنشف. طبعا انا هنا عملتها قبل ربع ساعه، يعني كنت سايباها حوالي 10 دقايق، فانت هتسيبيها ربع ساعه تلت ساعه كده تنشف تماما. هنسيبها تنشف، وبعد كده امسح بمنديل بقى او اغسلها على طول براحتك، بس انا هنا عايزه امسح بمنديل، لان بعد ما همسح الماسك ده هبدا ان انا افركه عشان اوريكي هيطلع بلاوي قد ايه. بصوا، عشان كده بقول لك الماسك ده من احلى الحاجات اللي فعلا جميله جدا في التفتيح، وكمان بيشيل من جسمك حاجات الليفه ما بتوصلهاش. لما تيجي تاخدي شاور شايفين التفتيح، شايفين ايديا في فرق ازاي، اكيد يعني الفرق واضح وباين. هحاول برضك اوريكم اكتر، شايفين الفرق، شايفين بين الايد دي والايد دي، يعني الفرق واضح وباين جدا. انا كده همسح بقى الماسك كله من على ايدي، انا اوريكي النتيجة برضك اكتر وتبقى واضحة قدامك. شايفين، لو لسه ما اشتركتيش معانا في القناه يلا انزلي اشتركي معانا في القناه بسرعه بسرعه بسرعه، عشان تشوفي كل وصفاتنا الناجحه 100%. وكمان لو لسه ما عملتيش لايك يلا اعملي احلى لايك زي كده، عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من البنات. بصوا بقى هنا انا فركته بعد ما مسحته خالص من غير ما اغسل ايدي لسه، شايفين بيطلع كل حاجه من جسمنا بقى، مش عارفين نوصل لها باي شاور باي حاجه، فده تحفه قوي قوي قوي. شايفين يا بنات التفتيح، شايفين الفرق، ناعمة جدا جميلة جدا. بصوا الفرق اللون بين الايد دي والايد دي، هعمل بقى الايد